الفرح بالمعصية من نفسك أو من غيرك حرام. نحن ليس لنا أن نفرح بالمعصية ولا أن نستحسن المعصية. ما معنى أن تستحسن المعصية؟ وهذا شيء نهينا عنه، يعني أن تعتبر المعصية شيئا حسنا، شيئا حسنا. والمعصية في الحقيقة شيء نهانا الله عز وجل، لأنه شيء قبيح لا يحبه الله عز وجل منا، فكيف يعتبره من يعتبره شيئا حسنا؟ هذا تكذيب للشريعة، تكذيب للشريعة. نحن لا نفرح بالمعصية ولا نستحسن المعصية، لا منا ولا من غيرنا، ولا نرضى بالمعصية ولا نستحل المعصية. لا نستحلها. شو يعني لا نستحلها؟ يعني لا نعدها شيئا حلالا وقد جاء شرعنا بتحريمها. هذه الأمور انتبهوا لها. ليس للواحد منا أن يستحسن الشيء القبيح ولا أن يقبح الشيء الحسن. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، لا ما قبحه فلان أو فلان. فما عده الشرع حسنا نعده حسنا، وما عده الشرع قبيحا نعده قبيحا. وهذا انتبهوا له. لذلك الواحد ينبغي أن ينتبه للسانه، وهذا لا يعرفه الإنسان إلا بحضور مجالس العلم، إلا بحضور مجالس العلم، أن يعرف الحسن حسنا والقبيح قبيحا والحلال حلالا والحرام حراما والمنهي عنه منهيا عنه وما أوجب الله واجبا. كيف يعرفه الواحد منا؟ بالتفكر. هيك بيكون صافي قاعد شي برية بيطلع معه أحكام الشرع، ولا بيجي على مجالس العلم؟ بيحضر مجالس العلم. وأنتم ما أحسن مجلسكم هذا، الله وفقكم ووفقنا جميعا لحضور هذا المجلس المبارك. هذه نعمة لو عرف قدرها من عرف لبذل كل ماله لتحصيلها.